بلشت جديد عنا يعني ببحرنا يعني تقريبا بلش طيطة هو من شي سنة سنة ونص صار له شي تقريبا سنة ونص بيطلع معنا يطلع هذا بيأذي مأذية هذا ريشته كثير مأذية ده بعور هذه السمكة بتعور كثير بس تحس ايدك او حيلا ضربة على المستشفى لانه شوكتها كثير يعني ضربتها قاسية يعني بتوجع بدنا ننتبه انه كيف بدنا نشيلها لانه اذا عقصتنا مشكلة بس احنا كصيادين بنعرفه انه بتعقص بتشبه القشطرة شو بتعمل فيها للسمكة بس تطلع معك؟ هلا الصراحة تبينيهم بتكبهم بس هذيك المرة طلع معنا تنتان شوينين على شكمان تعال مطار اكلناهم طيبين بقولوا مش طيبين هي لحمة طيب؟ لحمة كثير طيبة شوينا وحدة على هذيك المرة طلع معي اثنان كيف عم تطلع معكم؟ بتطلع بالشبك بتعلق بالشبك بتشيلها شو بتعملوا فيها؟ بنخلصها بنكبها بنكبها يعني انه هي عم تكبر عنا اول ما بينت بين صغيره هالقد هلا صارت بين هيك بتطلع كبيره صارت في منها صغير وفي منها كبير احجامي كبيره يعني بزرت دغري على الارض الشط كله عنا منطقه السرفان كلها فيها بتطلع السمك بالشبك مثل ايه بنقلش كله سوا وما بتموت دغري ايه بتطول بتطول لتموتها بتضلها عايشه لكن احنا ما بدنا اياها تتكاثر ببحرنا لانها كثير مأذية بتاكل كل السمكات الثانيه ما بدنا اياها تتكاثر ببحرنا لا بنصح كل الصيادين اللي بيشوفها يقوسها لحمه طيبه كثير يعني أبيض. بتعيش على 60 متر 70 متر أيوة. يعني احنا البحريه عم ناكلها وطيبه كثير مثل مثل اللقز يعني اذا واحد بيعرف ينظفها مضبوط ينتبه هو عم يقص لها خرشيفه وال والشوك اللي فيها سمكه كثير كثير طيبه ومفيده يعني احنا بنمسكها بطريقه انه من راسها انه عشان شو ما لعبت السمكه شوكتها بتضلها بعيده عن ايده بده ينظفها بده يحمل مقص ويقص المنفاق ومن تحت ولا اثنين عن جنابها كمان بده يقصها إذا صار في سوق لها العالم بلشت تطلبها بتصير تتصيدها؟ طبعا ومبيعها كثير قوي يعني ب 25000 30000 كيلو هي الشتروب الشتروب الاحمر سمكه طيبه بتتاكل بس ما فيش الا سوق لانها مش معروفه قريب كثير كثير لها السمكه حتى اطيب منها هي هيدا العالم بتعرفها بدها بتجيب سعر من السعر ممتاز يعني كل شيء بهالبلد بيمشي والعالم بتشتغل فيه اكيد انا رح اخذ نمرتك اللي رح اعمله رح اخذ ارقامكم كلكم أيوة. حنزيدكم على الويب على الفيسبوك والويب سايت تبعنا بصيروا العالم بيدقوا لكم ليطلبوا منكم سمكه الاسد والله كل ما طلع مثلا اثنين ثلاثه بنشيلكم هن اثنين ثلاثه بنشيلهم 70 58 اثنين ثلاثه علي سنبول خذوا نمرة ابني هيدي سمكة الليون فيش الأسد بنصح كل العالم تاكل منها وسمكة كثير طيبة بس ينتبهوا للشوك اللي إلها هودي هودي الشوكة ينقصوا بالمقص وهودي على الميلتين ايه سمكة طيبة كثير طيبة يعني أطيب من القريدية